مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تتابعوا فينا تشاهدوا فينا كالعاده من خلال قناه التاسعه. ان شاء الله نهاركم زين وبنين وبيان سور كله طاقة إيجابية، كله حب ومحبة. أكيد اليوم حلقة الأربعاء من الأمناف باش تلقاو فيها كان طبعا اللي يهمكم ويفيدكم، باش تلقاو نصيحة باش تلقاو المعلومة، وأكيد باش تلقاو الدبارة مع الشيف من بعد شوية. في حلقتنا اليوم مواضيعنا مختلفة باش نحكيو في فقرة صحتنا على نزيف المعدة. شنو هو نزيف المعدة؟ فاش يتمثل؟ هل عنده أسباب وهل عنده علاجات؟ أيضا هذا الكل باش نجاوبكم عليه اليوم. كيف كيف نحكيو الديكور، لكن من زاوية أخرى اليوم باش نحكيو على الإضاءة الاصطناعية في المنازل متاعنا وأحدث التقنيات والطرق طبعا للإضاءة. ليبرتا حاضرة كذلك، سوبر موس أكيد، والشيف فتحية طبعا موجودة معنا في حلقتنا اليوم. شيف كالعادة مايا موجود، ما تنجمش تكون مش موجود. مرحبا يا صفاء، مرحبا بالسادة المتفرجين. موجودة هنا كالعادة بحاجات جدد وحاجات مرسكله وحاجات برشا حاجات. الوغ نعرفوا اللي بعد رمضان وبعد العيد كي نخملوا لي بلاكار نلقاو بكوي قراطس قراطس، كل عقبات، كل نوع مقرونه منه تريف، كل نوع بسطي منه تريف، قديمات هذوك كل راسكلو. كيفاه راسكلوهم اليوم باش نعمل دي مافينز باللي شوفو دونج ورده قريص صغير سمطو سالي ولا سكري؟ سالي، ما فين سالي باللي شوفو دونج ورده. تري بيان. معاه هو سمارت شيف بالطبيعه ديما مدلتنا باش نعمل دي بانكيك سالي. اوه فوالا تري بيان. كي نقول بانكيك سالي نقول هريسه وطماطم سيكا، ما تنجم تكون كان بهم هما بالطبيعه جبن مريح مزينه به طاوله في لي بانكيكس نتاعي. لازم ماهوش باش يكون بالتن، مالا باش يكون بالسردينه. سردينه ولا سردينه البدر من اروع ما تذوقوا، راهو توا صيف وفطار والسردينه تمشي مع كل شيء وبنينه بنينه بصراحه. مع هو صفاء اليوم باش تحلي بوكلي لا بوكل، مازلت مانيش باش نحلي باش نوريكم كيفاش تعملوا. انا شويت القناريه وريتكم الطريقه نتاع شويانها، اي بيان سور، فوالا توا باش نوريكم كيفاش تخزنوها. القناريه قريب توفر شويه تتخزن تتخزن. في بالي انا انا اللي تبدا مش طايبه. المهم تفيوش، راهو كل شيء يتخزن. لازم ان سافوار فير نعطيهولكم من غير حتى مشكل. خزنوا سلعتكم باش ما تهلكش وما تلوحوش. ان فيت قبل ناس بكري الشيف كان عندهم ديما شو يقولوا لها البلاصه اللي خزنوا فيها؟ بيت العولة. بيت العولة بتلقى فيها كل شيء، فيها كل شيء، الطماطم الشيء وكل شيء يتخزن، كل شيء يتخزن، كل شيء يتخزن. لازم يكون عندكم شويه زيت من عند بني غلين لا غران ديبيسري تشويوا القناريه نتاعكم. توا راهي قريب توفى القناريه، معناها اوني فيغ لا فان دو لا سيزون. امشيوا شوفوا معناها في لي شون، قولوا لهم يجمعوا لكم اصغر كعب قناريه باش تشويوهم كيما هكا، يبدا ما فيهم شكل الشعر، تبدا طريه برشا. اشريوها صغيره ما يسالش واشويوها. احنا نحسنا كي نبدا نشري في القناريه اوني فيت الصغيره، والله اعز اعز الماكلات. البوافغاد هذيك من اعز ما تاكلوا. الوغ انا شويتها توا باش نوريكم طريقه تخزينها باش تقعد لكم عام كامل على المرفع بلاش فريجيدير معلبه وتقعد امبيكابل. اوكي. مع الحلو صفاء بعد هذا الكل باش نعمل لكم ان كيك، لكن طريقه فريمون من نوع جديد. لا باز شنو؟ الباز نتاعها جوستومون فوز الي لا ديكوفرير، ما فيهش فرينه، ما فيهش زبده، ما فيهش سكر. Vous allez le découvrir vraiment. متأكدة كيك. الوغ باش تتبعوه خطوه خطوه الكيك هذاك، خاطر باش يعجبكم. تعرف كيفاش يخرج كوم لي باغ دو سيريال وهو كيك كيما لي باغ انرجيتيك بالضبط. يعطيك الصحه شيف، ميرسي بوكو ليك. انا اكيد باش نتبعك، سورتو تحسها هيلثي شويه هذيا ماشيه الغادي. مشكوره شيف، شكر كبير ليك. احنا خلينا طبعا نبداو حلقتنا ونلتحقوا بالاستوديو الرئيسي ونكتشفوا شكون اول ضيفنا. مرحبا نورتنا. طبعا ضيفنا جاي بحذانا اكيد اللي هو باش يعطينا المعلومه الاكيده والعميقه بحذانا الدكتوره وسيمة محجوب، دكتوره مختص في الجراحه العامه والجهاز الهضمي والجراحه بالمنظار. دكتور شحوالك؟ لاباس، صحتك بخير؟ سافا، عيدكم مبروك. يعيشك سنين دايما. يعيشك، ميرسي بوك. يعيشك دكتور. معاك نتعداو طبعا الاول فقره معنا اليوم اللي هي فقره صحتنا. في فقرة صحتنا الموضوع اللي باش نتناولوه هو موضوع نزيف المعدة، على ذيك بحثنا الدكتورة وسيمة محجوب، دكتورة مختص في الجراحة العامة والجهاز الهضمي والجراحة بالمنظار. دكتور، بادي إيدي بدأ كما يقولوا، شو معناها نزيف المعدة؟ ما معناه؟ باهي، احنا باش نحكيو توا على النزيف نتاع الجهاز الهضمي بصفة عامة. اوكي. صحيح انه نزيف المعده هو يمثل في النسبه نتاعو اكثر نسبه نزيف في الجهاز الهضمي، لكن دونك باش نحكيو عليه يمكن اكثر وقت، لكن باش ناخذو توا اون فا بارلي دو اون جينيرال الجهاز الهضمي، دونك ليموراجي ديجيستيف بصفه عامه. كما تعرف معناها نزيف، معناها الكلمه هذه تمشي مع حاله استعجاليه. دونك فما انسان قاعد يضيع في الدم، الاوريجين نتاع الدم هذايا جاي من الجهاز الهضمي، دونك مادام فما نزيف معناها فما حاله استعجاليه، دونك البريز اون شارج نتاعو لازمها تكون كاورجونس. كي نقولوا نزيف دكتور يعني لا كونتيتي نتاع الدم ولون الدم يفرق لهنا؟ سيغتانمون كو لا كونتيتي واللون يفرق. هو النزيف هذايا باش يخرج اون جينيرال بيسكو نحكيو على الجهاز الهضمي، دونك il va être extériorisé باش يخرج لبرا. باهي، باغ فوا اورال والا باغ فوا؟ يخرج من لي دو فوا، يا اما من الفوق باغ فوا اورال من الفم سو فورم نتاع ردين نتاع دم، خاطر لنا لازم نفرقوا بين النزيف نتاع الجهاز الهضمي اللي هو انسان يرد الدم، وبين انه انسان جاي الدم من الرواري نتاعو يكح الدم. اكزاكتومون، دونك فما فرق ما بيناتهم، والتوجه ماهوش هو نفسه بالكل. صحيح. احنا تو باش نحكيو على الجهاز الهضمي، دونك باش نحكيو على حاجه انسان رد الدم. اون جينيرال الدم اللي يرد دم احمر كما اللي نعرفوه الكل. واضح. اوكي. لكن النزيف ينجم يخرج سوز اون اوتر فورم، في الديشي يخرج في البراز، في الليسيل، في التواليت، فهمت؟ ولنا ينجم يخرج، عندنا زوز الوان، عندنا اللون الاحمر نتاع الدم اللي احنا نعرفوه، وعندنا ينجم يخرج سو فورم دو دم اكحل. دم اكحل وريحته خايبه اون جينيرال، وسو فورم دو دياري، معناها سي اون دياري، معناها البراز اسهال. صحيح. فوالا، دونك الانسان المريض في الحالات هذيا هو اللي باش يلاحظ الشيء هذايا، باش يكون يا اما قاعد ما عنده حد شيء تو دان كو فما دم هبط ولا رد ولا كذا، اي دونك وقتها اللي نوصيو المريض يمشي يعدي في الاستعجالي، ما يمشيش ياخذ وحده دواء ولا يمشي للفارماسي يقول له اعطيني دواء ولا، فهمت؟ دونك هي حاله استعجاليه الى ان الطبيب يشوفه ويفهم الوضعيه نتاعو. باهي دكتور، هل انت قلت لي لهنا انه دانكو يعني يرقد يقوم حشيك يرد الدم لهنا، هل ما فماش حاجه اخرى تمهيديه ما قبل ما نوصلوا للستاد نتاع ردين الدم او الافرازات اللي بالدم؟ باهي، فما نجموا نقسموا المرضى الى نوعين. نوع المريض اللي عنده مرض مزمن معروف، كما مثلا مرض في الكبده، تليف في الكبد، سيروز هيباتيك، والا عنده مرض في المصارنه معروف، مالادي انفلاماتوار نتاع ليزانتيستان، مالادي دو كرون ولا حاجه كيفنا هكا، والا المريض اللي عنده عذر يعرفوا من قبل من اللي هو صغير الى اكومبانيي وكذا، دونك هذوما الكاتيجوري نتاع المرض هذيا اون جينيرال يبدا فما مرض ومن بعد فما ينكومبليكاسيون، يعني فما يتبع عند الطبيب ومشى، ومره عنده جاع، ومره عنده فشل، ومره عنده كذا، لكن ما صارلوش نزيف حتى مره، وتو دانكو معناه يصير النزيف هذا، واللي يكون السبب فيه مربوط بالمرض هذاك. واضح. مربوط بالعذر هذاك، مربوط بالمالادي انفلاماتوار نتاعو، مربوط بالسيروز هيباتيك نتاعو اكسيتيرا. الوغ اون جينيرال الالسير يا اما يبدا عنده ديما وجيعه في معدته ويلنا جامي اكسبلوري سا، ما مشاش للطبيب وما عداش ياخذ دواء وحده وكذا، والا عمره ما جا حتى شيء، اي تو دان كو يل بو سو مانيفيستي، يظهر بالليموراجي ديريكتومون. واضح. لان ليموراجي ديجيستيف نقسموها اون جينيرال دو بارتي، فما النزيف العلوي والنزيف السفلي. كي نقولوا نزيف علوي ونزيف سفلي لان تصير كونفيزيون في عند العباد، اللي يقول لك العلوي هو اللي يرد الدم والسفلي هو اللي يخرج في الديشي. لا، ماهوش هذا بالكل. نحكيو على النزيف العلوي، هي النزيف اللي جاي من البارتي نتاع الجهاز الهضمي اللي تقف في الاثنى عشر. يعني نجم يكون من المريء لوزوفاج، ينجم يكون من المعده واللي هي اكثر حاجه منتشره، وينجم يكون من الديودينام اللي هو الاثنى عشر، وتقف غادي. النزيف السفلي يجي من البارتي هذيك، يا اما من ليزانتيستان غريت والا اسونسيالمون من الكولون ومن الريكتوم اللي هو المستقيم اخر كولون. دونك 80% من لي زيموراجي يجيو من العلوي، لكن ينجم النزيف العلوي يسمانيفيست يظهر بنزيف هابط من اللوطه، ماهوش بالضروره باش يرد الدم. واضح. معناها الانسان اللي دخل التواليت ولقى دم ولا لقى دم اكحل ينجم يكون هذاك جاي من معدته، من المريء، ينجم يكون جاي من اللوزوفاج. واضح. في الاكثر من المعده، على خاطر اللوزوفاج كوم اللي قريب للفم، فما حكايه الردان هذايا يخرج دم من فوق، فهمت؟ من المعده وتنجم تكون الحاله معناها تلمون استعجاليه اللي وتلمون امبورتونت في الكونتيتي اللي يهبط الدم، ينجم حتى يهبط احمر في الحالات هذيا، معناها ما يخلطش، تصير له ديجيستيون في ليزانتيستان وكل شيء. واضح. المهم لازم يمشي عادي. واضح، في كل الحالات لازم يمشي عادي. احنا حكينا لهنا براتيكمون دخلنا حكينا على المظاهر نتاع النزيف براتيكمون فسرتهم لنا. لهنا الاسباب انت قسمت لنا، قلت فما ناس عندهم فيكيو ميديكال مثلا، أي. عندهم صحيح. مشاكل مرض قديم، عندهم مشكله، يعرفوا على حاجه ما فماش اسباب اخرى دكتور؟ يعني انسان ما عندوش فيكو مرضي، ماهوش مريض، ما عندوش مشكله في حاجه سامبل على الاخر. انسان عمل السبب او الاخر معناها انتوكسيكاسيون اليمونتير وقعد يرد برشا. تتجرح المسار، تتجرح لا المريء يتجرح، المريء يتجرح، والجرحان نتاع المريء هذاك دونك سويت للفوميسمون ريبيتيتيف يولي في الاخر يخرج دم، وينجم هو يدخل بعضه ويقول لك شنو هي حكايه الدم هذايا وكذا، الوغ هو حكايه معناها بنال اونتر كيمي. قبل ما نخلطوا الاسباب بالسبب، المريض مشى عدى اون اورجونس. اي المريض اللي عدى اون اورجونس راهو البريز اون شارج نتاعو تكون بطريقه كانه حياته في خطر. واضح. معناها ما نجموش نعرفوا احنا كي يجي المريض اسكو الي الى ان ايتا غراف والا ليتا نتاعو ينجم يستنى. دونك الطبيب اللي باش يشوفه دون تو لي كا il va le considérer comme étant un patient grave. ويتعامل معها بالطريقه هذه اللي هي شنو هي؟ اللي هي باش ياخذ له اولا لي كونستونت نتاعو. هذا التشخيص كيفاش باش يكون؟ قبل التشخيص، قبل ما ناخذ التشخيص يلزم يفو ستابيليزي لو باسيون. داكور. معناها المريض ينجم يكون عامل نزيف كبير برشا وحياته في خطر في الدقائق. قاعد يخسر في برشا دم. صحيت. خسر برشا دم، وينجم اذا كان هو عنده مشاكل اخرين نتاع قلب نتاع كذا ينجم يعمل سكته قلبيه لا يقدر حاجه كيف هكا. دونك المريض يجي يعملوا له بيرفيزيون، ياخذوا له لي كونستانت نتاعو، الضغط نتاعو، التونسيون نتاعو، ويجبدوا له بيلون سانغان، تحليل اون اورجونس اللي هو فيه نوعيه الدم، خاطر نجموا نكونوا نستحقوا باش نزيدوا الدم بصفه سريعه، وباش ناخذوا له تحليل النفس اللي بشوفوا الهيموغلوبين نتاعو. بالضبط. نجم تكون الهيموغلوبين معناها مقبوله، كيما تنجم تكون طايحه برشا. طايحه برشا. وقتها باش نتعاملوا معاه بطريقه انه انعاش ويدخل القسم الانعاش. فهمت؟ إذا كان تهنينا على المريض نتاعنا ماهوش في حالة استعجالية نتاع ترانسفيزيون نتاع كذا، ندخلوا في ليزيكسبلوراسيون في التشخيص. واضح، نجيوها أكيد التشخيص. خلينا نكملوا بالأسباب دكتور. هنا حكينا على الحالات المرضية، ممكن عنده قرحة، ممكن عنده مشكلة في التقية أو غيره، فماش حاجات أخرى ألاغمونت دكتور يجم يكون ينم على مرض آخر خبيث مثلا؟ بالطبيعة فما حاجات أخرى ألاغمونت، وهذايا الطبيب اللي باش يشوفوا أول مرة باش يسألوا برشا أسئلة، والأسئلة هذيا فون أوريونتي باش يوجهوا الطبيب وين الإكسبلوراسيون باش تصير. دونك لهنا التشخيص. لهنا التشخيص. واضح. إذا كان الطبيب شافه وعنده يرد في الدم مثلا، فهمت؟ ففي الأكثر الدياغنوستيك نتاع إيموراجي أوت نزيف علوي هو الصحيح، فهمت؟ اول حاجه باش يطلبها له بعد اللي حكينا لكم التحليل اللي تعمل له ستابيليزاسيون كل شيء، نتهناو عليه ويلي ستابل وكذا، باش نطلبوا منظار علوي، منظار فيبروسكوبي اوزو غاسترو ديودينال، هي الوحيده اللي باش تمكننا في الحاله هذيا باش نعرفوا النزيف منين بالضبط. واضح. وهي اللي باش تخلينا اون انترفيان والا نجموا نزيدوا نستناو. واضح. المنظار هذا ينجم يورينا انه فما كما قلنا المريء تجرح على خاطر المريض يرد، ينجم يورينا عند المريض اللي عنده مشكله في الكبده لي فاريس اوزوفاجيان، فهمت؟ الدوالي نتاع الازوفاج. فما تصويره قبل هذوما تورينا كان نرجعوا شويه بالتوالي اعطينا تصاور في الاخراج. نزيدو نرجعوا شويه. داكوغ. اللي قبل هذايا هذايا دونك سي اون روبتور. نرجعوا لبعض. روبتور دو فاريس اوزوفاجيين معناها رجعنا التصويره اللي قبلها لو تسمحوا قاعد يخرج اون طون فوالا هذايا. في الحالات هذايا يلفو انترفونير اون اورجونس. الانترفونسيون تصير يا اما بدوية. الحالة هذه شنو هي بالضبط دكتور؟ هذه المريض اللي عنده تليف في الكبد. التليف في الكبد يعمل كيما ما يخليش سيركولاسيون تاع الدم تصير بصفة عادية. بالضبط. يوليو فما دي فاريس اللي الناس تعرف فاريس في الساقين. اي هو مش هذوما فاريس يصيروا في المريء. صحيح. وقت اللي ينجموا يخلطوا ان ستاد معين اللي يصير يخرج الدم تصير نزيف. صحيح. روبتور دو فاريس اوزوفاجيان. لان فما برشا طرق العلاج، منهم دويات تنجم تتزرط في المكان هذاك، منهم ليغاتور تنجم تاع الاستيك على الفاريس اللي تنزف، منهم فما نوع نتاع سون تتحط كي تعمل كومبريسيون، فهمت معناها اون جينيرال العلاج يكون طبي كاباركا. لهنا نفهم انه كاباركا على الاخر العلاج. نقدموا شويه في الفيبرو باش نجيو للمعده. المعده اللي هي اكثر نسبه نزيف تصير منها هي. وشنو اسبابها دكتور؟ السبب اللي احنا نخافوا منه هو القرح. القرح في المعده ينجم يجي تحته عرق نتاع اون ارتير اون ارتيريول، والقرح معناها هو اسمه قرح دونك ديجا ينقب المعده بالضبط ويخلط الارتير هذيك وينقبها. نشوفوا التصويره اللي من بعد اللي هي باش تورينا كيفاش الدم قاعد يخرج نزيف. فوالا نشوفوا في الدم قاعد يخرج اون جي. شفت معناها الارتير هذه تنقبت فوالا ويخرج اونجي. لان الانترفونسيون نجم نفهموا اللي الكونتيتي نتاع الدم اللي باش تضيعها المريض كبيره برشا. صحيح. فهمت واللي حالته استعجاليه، ولان لازم ندخلوا يا اما جراحيا يا اما يحاول الطبيب المنظار كان ينجم الى انترفيان الى انجكت دي برودوي اكسترا ينجم يوقفوا، ما كانش تولي الجراحه حاله استعجاليه باش نعملوا الليغاتور نتاع الارتيريال هذه. وان باراليل بطبيعه طبيب الانعاج باش يعدي له الدم وون ستابيليز ليتا ايموديناميك نتاعو. هذوما الحالات كانوا موجودين برشا قبل ما نكتشفوا التريتمون نتاع ليكوباكتير بيلوري وكل شيء. كانوا القرح نتاع المعده يا اما يتنقب في دون لو بيريتوار ويعطي بيريتونيت، والا اذا كانوا الي بوستيريور يجي التالي يجي مع العرق هذاك قد ويعمل له ايروزيون وتصير النزيف نتاعو. واضح يا دكتور. المعده هذه تنجم زاده تعمل نزيف بطريقه اخرى بالالتهاب، اون غاستريت تري امبورطونت تنجم تعطي زاده اون هيموراجي مي اقل خطوره من هذايا. احنا لتو مازلنا في البارتي العلويه دكتور. البارتي العلويه نهبطوا شوي. لو كان المنظار عطانا بيان سور ان نحكي في الحاله هذه. اذا كان باش نحكيو على النزيف السفلي، قلنا احنا النزيف السفلي يبدا من المصارن الجويده ويتعدى بالكولون يمشي المستقيم وحتى اللوطه، لكن الاغلبيه هو في الكولون. فهمت الكولون هو اللي يكون سبب في النزيف السفلي. اسباب علاش؟ فما حاجه برانسيبال اللي احنا نخافوا منها ونلوجوا عليها سيستيماتيكمون كما انت ذكرتها قبيلي، هو وجود ورم. اون تومور في وسط الكولون تنجم تعطي نزيف، وتنجم تكون اول مانيفيستاسيون تاع الورم هو النزيف، وهي اللي هي شائعه برشا دكتور. مالوغوزمون دو بلوز ان بلوس كما تعرف مربوطه بالستيل دو في اوكسيدونتال وكذا، واللي هي اون جينيرال ما تعطيش وجيعه. لي تومور هذو ما يوجعوش، يعطيو دو مانيفيستاسيون برانسيبال هي الدم يا اما الدم والا انسداد في القولون، تولي الانسان ما عادش يدخل التواليت بطريقه عاديه، يحس كرشه منفوخه يحس كذا يمشي عادي يلقى روحه ديجا تسدت الواحد. فهمت؟ لهنا التدخل كيفاش يكون مثلا دكتور؟ بخلاف الورم ما نجمش يكون حاجه في الكولون. ابسوليومون لان عندنا تصور نتاع لي ديفيرتيكول هذوما الجيوب اللي في القولون، هذه زاده ولات منتشره في دو بلوز ان بلوس، ومربوطه زاده بالريتم نتاع الماكله بيان سور اللي ياكلوا نوتر ريتويل الله غالب اكسترا فوالا. وتجي في الاكثر في الكولون اليسار القولون الايسر. فهمت؟ اي على خاطر هو اللي فيه ليبربريسيون اكثر. والمشكله نتاعها انه الباروا نتاع القولون هذاك تبدا فما دي زون دو فيبليس يعطيوها الجيوب هذيك اللي نشوفوا فيها. الجيوب هذه تبدا خزان نتاعو وسخ خاطر يفوت على بعض ما عادش يخرج بسهوله. فهمت؟ تعطي دو تيب دو كومبليكاسيون في الاكثر، تعطي الانفكسيون وتعطي ليموراجي. ليموراجي كنشوفوا في التصويره اللي من بعد تنشوفوا ان ديفيرتيكول اللي قاعد ينزف، فهمت؟ لان بيان سور المريض ماهوش فوالا ماهوش باش يرد الدم، خاطر باش يخرج في البراز في الوساخ نتاعو، يا اما باش يخرج دم احمر كي اكومباني الوساخ، والا اون جينيرال سي سا هو في الكولون غوج سا با اتر دو سون روج، فهمت؟ كي دو سون نون ديجيري. هذو الكل يخليو المريض لازم يمشي يعدي اوتوماتيكمون، ما يقولش لا بالك شي عندي عذر والعذر هذاك عندي 20 سنه. الدم لك حل دكتور، كي يبدا مأتيه من الكولون ظهر لي سامبتوم ديريكت انه يا ان تيومور فما، لا مش ديما، لا لا الدم لكحل راهو هو دم تعدى بالجهاز الهضمي. احنا في معتقداتنا خاطر معتقداتنا غلطه شويه. الدم اللي يخلط اكحل وديغيك هو دم جاي من الفوق. اوكي، هو دم جاي من الفوق، لان الوساخ يولي اكحل ويولي اسهال وريحته خايبه برشا، معناها فما حاجه، فما ان شونجمون رابيد يصير في الواحد. الناس اللي تاخذ في الحديد خاطر عندها فقر دم راهو اون جينيرال تبدا كونستيبي، الوساخ اكحل لكن ماهوش اسهال وماهوش ريحته كيما هكا، دونك نفرقوا ما بيناتهم. لكن اللي يجيه اسهال اكحل وريحته خايبه يرد باله، احنا اون جينيرال الطبيب اللي يشوفه يعمل له فيبرو، يبدا بالفيبرو قبل على خاطر اون جينيرال سي ليستوما. باهي نمشيو للريكتوم، اخر حاجه ينجم يكون جاينا منها القلق دكتور. الريكتوم الريكتوم ما يجيوش فيه لي ديفيرتيكول، الجيوب هذيك ما تجيش في الريكتوم، تجي في الكولون حد الشارنيير ريكتوسيغمويديان احنا نقولوا. دونك الريكتوم اذا كان فما دم عذر تيومور قبل كل شيء. Il faut éliminer une tumeur. هو معناها ورم في الريكتوم، يلزم نعملوا له منظار، والمنظار هذا ينجم يكون بطريقه استعجاليه على خاطر المنظار السفلي مش باش يطلع حتى الكولون الكل، وينجم يكتشف بالوقت. فوالا عندنا تصويره نتاع اون تيومور في وسط الكولون كي ساني، واللي هي اشاك فوا يدخل التواليت تتجرح بالسيل بالبراز، اي دونك يصير نزيف. والمريض اون جينيرال يبدا ما يعديش اون اورجونس، فهمت؟ على خاطر ما يحسش في وجعه، يمشي للطرق التقليديه، عندي كونستيباسيون، عندي حاجه اخرى، ومن بعد يجينا الهيموغلوبين تبدا طايحه على خاطر عنده 6 اشهر هو عنده نزيف، فوالا ويسبو وقتها الورم يكون في حاله متقدمه ولا سرح ايور ولا كذا، فهمت؟ دو توت لي فاسون الاورام هذيا علاجها جراحي والا دي فوا اذا كان فما شيميو راديوثيرابي زعما تتعمل وعندنا الوقت باش نعملوها نعملوها. مي مرات اون انترفيون اون اورجونس بور فير استئصال نتاع ورم على خاطر فما نزيف ما حبش يقف، واضح؟ فهمت؟ ما عندناش الوقت باش نعملوا الشيميو، نعملوا الحكايات الاخرين. الاخطر دكتور البارتي الفوقانيه او السفليه؟ الولسير نتاع المعده، الولسير ينجم الانسان لا يقدر يتوفى في ساعات، تلمون زف برشا يعني. والاخطر اذا كان باش ناخذوا الكاتيجوري نتاع الناس اللي عندها مرض كيما التليف الكبدي، الاخطر هي لي فاريس اوزوفاجيان، على خاطر المريض ديجا يبدا تعب، معناها بدنه تعب وعنده مرض في الكبده وكبته ما تخدمش كوم يسودوا، دونك هو ديجا ايلي بلو فراجيل، بلو فراجيل مع نزيف حاد كيما حكينا عليه احنا، ينجم معناها اذا كان ما خلطش في الوقت يتوفى. دكتور ظهر لي الوقايه لهنا تبدا من سرعه انك تمشي للطبيب، ظهر لي هذه اولى الحاجات الوقائيه. هذاك ما فيش شك، اما حتى من قبل ما نخلطوا الغازيكا راهو الناس اللي تستسهل حكايه الدم هذايا، عنده دم يقول لك عادي تو يقف وحده ولا كذا، راهو ينجم في 90% حكايه بنال، اوزوفاج تجرح، عذر صغير اكسترا، لكن ينجم زاد يخبي حاجه اخطر من هكا برشا، فهمت؟ والمريض اللي مثلا عنده قابليه انه ديما مثلا معدته توجعه، مقلق ديما، يتكيف، فما دي فاكتور دو ريسك انه يعمل اون غاستريت ولا ان ألسير ولا كذا، راهو ليموراجي تصير دانكو، راهو يكون ما فما حتى شيء غير سابق اعلام، غير سابق اعلام. المرضى اللي تاخذوا في الدويات اللي تجري الدم مثلا، قبل اللي تجري الدم لي زونتي انفلاماتوار، لي زونتي انفلاماتوار خاطر عنده ظهره يوجع على خاطر كذا، بالضبط فما كونسوماسيون انورم تاع لي زونتي انفلاماتوار، هذا اذا كان ما ياخذش بروتيكسيون لمعته معاه فما ريسك نتاع نزيف، فما ريسك نتاع قرح. اذا كان هو اون باراليل ياخذ في الاسبيجيك على خاطر عنده مرض في القلب ولا حاجه، دونك اون ملتيبلي لو ريسك يولي اكثر، فهمت؟ دونك هذو لازم يردوا بالهم، اقل سين وجيعه في المعده اكسترا يمشي للطبيب ويعمل فيبرو باش يتهنى وياخذ الدواء اللي يلزم. لا كونسلتاسيون اون اورجونس اللي هي حاجه لازمه في الكاهل، هي حاله استعجاليه الى ان ياتي ما يخالف ذلك. ما نجموش فما دم وحنا نقولوا لا حكايه فارغه تو يقف وحده. ردوا بالنا. يعيشك أوكي. دكتور مشكور. يعيشك. دكتور وسيم محجوب، دكتور مختص في الجراحة العامة والجهاز الهضمي والجراحة أيضا بالمنظار. يعطيك الصحة على التدخل، إن شاء الله تكون وصلت المعلومة، إن شاء الله وصلنا المساج بالضبط. بالضبط، يعطيك صحة دكتور. شكرا. مشكور. أنا قبل ما نعطي الكلمة للشيف تحية، خلينا مع بعضنا نمشي ونشوفوا سبوت الخاصة بأورما، نرجعوا بحذا الشيف. دونك كانت هذه هي سبوت الخاصة بأورما، لا مارك دو بريت ابورتي في كل ما يهم الحوايج نساء ورجال وصغيرات زاد كيف كيف. لا نوفيل كوليكسيون برانتون ايتي موجودة في لي 10 بوان دو فونت نتاعهم براتيكمون اللي موجودين من الشمال إلى وصولا لسوسة، وإن شاء الله بروشينمون باش يكون عندهم بوان دو فونت في صفاقس. أنا نعطي الكلمة ديريكتومون للشيف الكوجينا. شيف ومرحبا، انا هنيه باش نبدا نخلط لي مافينز نتاعنا اللي قلت لكم هما باللي شوفو دونج. هوني صمت لي شوفو دونج نص صمتان، معناها حطيتهم في الماء تقريبا 3 دقائق وبعد بردتهم. عندي ليمون من عند بني غلين لا غران ديبيسري، شويه فلفل احمر مملح بيمونت كاين، مع هو عندي شويه فلفل اخضر قصيته باش نعطي نكهه بنينه. تعرفوا الحاجات هذوما يبنوا برشا معناها المطاعم، توا نجموا نشربوا ماء نهار كامل، الوغ يا با دو ريزون دو سو بريفي من الحاجات البنان هذوما. نجي عندي هنيه جبن مرياح اللي عندي موتزاريلا سيسيليان برشتهم مع بعضهم. نجي نحط اون بون كونتيتي من الجبن نتاعنا، بنعرفوا اللي جبن مريح 100% حليب، ولا معناها ما فيهش منكهات، ما فيهش ملونات، ما فيهش بريباراسيون، كله معناها حاجه حليب وفيه تراسابيليتي وفيه كنترول، ماهوش مسيب ماهوش من فراغ. اذا كان مريح يعمل في كاليتي متميزه كيما هذه. الوغ هوني حطيت 4 كعبات عظم، ونجي ونحط شويه تن. انا اليوم اخترت باش نخدم بتن الموجه، التن الموجه اللي هو نفس الشركه تخرج الموجه والبدر. التن الموجه الخاصيه نتاعو كونه معلب باليد، هو وتن البدر كونه مفوح بالرند الجبلي. الملح نتاعو اكيليبغي، معناها ماهوش ملح برشا برشا حتى تولين تولي ما عادش تطعم مطعم التن ونكهه التن. تن اونتي. الزيت نتاعو وقت يقول لك زيت زيتونه تلقاه زيت زيتونه، كي يقول لك زيت نباتي تلقى فيه زيت نباتي، ماهوش بالزيوت ما تعرفش شنو مصدرهم. معناها رقابه كامله ممتازه على التن هذايا المتميز. وكي نحلوا حكه التن نحي الزيت الساعة هذيا، نحطو نعمل به سلايط، نعمل به برشا حاجات. كي نحلو حكة التن ديريكتومون نلقاو التن كامل مزيان فصوص ما فيهش ليميات. كي نجبدو تري في التن هكايا دايغوس معبي بالقدا، كي نجبدو شوية التن تحتو ما نلقاوش ليميات. كيما تشوفوا غوص هايك الحكة تلقاوه فصوص كامله، ما فماش الفتريش والشوك والدراشكون هذاك الكل وما فماش في حكه التن الموجه وحكه التن البدر. هذاك علاش انا نختار كاليتي متميزه باش مش تر حكه التن تمشي في البوبال ما نعرفش عليها شنيا اللي فيها، والا تلقاو ساعات حتى صادفت نلقاو حتى من القشره نتاع التن من برا لاصقه. الوغ هذايا انا متاكده. واذا كان ما جاش تن اونتي راهو ما تلقاوهش مورق كيما تشوفوه هكايا، يبدا ورق ورق. تشوفوا فيه عبارة على نوارة تحلوا فيها مورقة مزيانة والنكهة بنينة يسر والريحة نتاعو فغيمون متميزة للغاية. هذا كل نخلطو مليح، نتفركو التن خاطر ياسر كبير. الوغ تشوفوه قداش موالو وطري، دوبا نحل كعبة التن تتفرك تشد بقعتها. عندي مول باش نحط فيه الخليط متاعي اللي هو مول متاع لي مافينز من عند سياغ، مشكور سياغ على الماتيريال المتميز هذايا اللي نتعاملوا بيه، حاجه فريمون ماتيريال كامل تلقاوها عند سياغ لي زاماتور والا للعباد اللي بروفيسيونيل، يعملكم اتيود كامله على لي بروجي نتاعكم. اللي يحب يعمل اتيود على بروجي ان شاء الله ربي يوفقوا وينجحوا في لي بروجي نتاعكم، ما تلقاو فريمون حاجات مزيانه ياسر عند سياغ، تلقاو عباد بروفيسيونيل تعرف تخدم، تعمل لك دوفي كامل باش تنجم تلانسي المشروع نتاعك. سياغ موجود في طريق بير بورقبه الحمامات والا في المنزه واحد مقابل البيسين نتاع المنزه، تلقاو عباد فريمون مختصين في المشاريع، والا تلقاو زاد ربة البيت اللي تحب تعمل حاجات مزيانه في دارها، نجم تلقى ماتريال قد يدها وتستعملوا من عند سياغ. الوغ انا هوني نخلط شوي شوي باش ما نكسرش برشا التن، نحبو يقعد فصوص. المول بتاعي دهنتو بشويه زبده من عند مرياح، نجي في وسط المول ونعبي لي كومبارتيمون هذوما بالدويده هذه نتاعي لي شوفو دونج من عند ورده. الوغ تشوفوا فيها كيفاش مفركه كعبه كعبه ولونها مزيان. فما اللي يحب الزيتون يحط على وجهها زيتونه، ولا اللي يحب يزيد جبن يعملها غراتيناج بالجبن، والا اللي يحبها مزيانه هكاكا يخليها كيما معناها منظرها شباب ومزيان. هذايا كوشتي تسخن درجتها 180 درجه، نرميهم في الكوشه حتى يحمروا مليح مليح وتطيب كعبه لي مافينز، ومن بعد نخرجوهم نخليهم يبردوا شويه ونفرغوهم وتاكلوا بالشفاء. انا نكمل نعبي هذوما نهزهم الكوشه ومن بعد نرجعهم لجميع صافي. يعطيك الصحه شيف، اكيد نرجع لك بعد شويه. خلينا مع بعضنا توا نمشي ونكتشفوا جديد ليبرتا فواياج ومكملين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل أحباب ليبرتا فواياج وين ما كنتم، كالعادة موعدي بكم يتجدد إن شاء الله مع ليبرتا وتجمعنا بإذن الله. كما شفتوا رمضان شارف على نهايته والحمد لله، رجعت تقريبا كل المعتمرين ومعتمراتنا، ما زالت إلا العمرة اللي حكينا عليها عمرة ختم القرآن الكريم والعمرة والعيد بالمدينة بمكة المكرمة والمدينة المنورة. وبالنسبة لباقي العمرات ما شاء الله تبارك الرحمن في أحسن وأفضل الظروف، بل أحسن المفاجآت، لأنه العمرة اللي تروح نهار 27 خلطوا ما شاء الله تبارك الله على أنهم يحضروا على التراويح وروحوا ورجعوا تونس بعد صلاة التراويح، تراويح ليلة 27 إن شاء الله. إذا نسلم عليكم وين ما كنتم، إن شاء الله ديما نبداو بالأخبار السارة والمفرحة. نحب نشكر تفاعلكم ومحبتكم لليبرتا فواياج وين ما كنتم. أيضا نحب نحيي كل زملائنا في كل فروعنا ومكاتبنا، وبنحب نوجه أيضا تحية لكل اللي وضعوا فينا ثقتهم وكانوا ديما مازالوا معنا. ما زالت عمراتنا وكنا مع ليبرتا باذن الله في رمضان في الحرم، ما زلنا مواصلين ان شاء الله في شهر شوال في زوز برامج كنت حكيت عليهم. ما زالت عمره شوال متاحه، مرحبا بكم اللي يحبوا يلتحقوا بعمره شهر شوال. ونذكر انها موجوده في زوز برامج، برنامج الرفاه واللي فيه الاقامه في فندق سويس مقام اوتيل مكه المكرمه، وبالنسبه طبعا عمرة الرفاه في مكة المكرمة، وفي المدينة يكون الإقامة في فندق سجا المدينة. وبالنسبة للإقامة بالنسبة لي طبعا عمرة الرفاه جيم تكون بالنسبة لمكة المكرمة في فندق أرائك أرائك غزه جراند مكه سابقا، وهو أول فندق يعرضكم عند الانتهاء من العمره والخروج من باب المروه. يبعد حوالي 750 متر على الحرم المكي، على طبعا يعتبر مشرم من أقرب الفنادق المحيطة بالحرم المكي. إذا وبالنسبة لعمرة الرفاهة جيم، الإقامة تكون في المدينة المنورة في فندق سجا المدينة، وكما حكيت عليه برشا مرات فندق سجا المدينة. مميزات فندق سجا المدينة الموجود في برامج عمرة شوال، مميزات ديما نحكيو عليها، واللي هي القرب من الحرم المدني من ناحية باب ومدخل المصلى النساء. والحقيقة هذايا ما تسعالو ديما ليبرتا فواياج، أنها توفر لكم الخدمات الأفضل، ومن أجمل وأفضل الخدمات بالنسبة للمعتمر والمعتمرة نعتبرها أساسية، اللي هي القرب من الحرم، وهذه حاجة مهمة حتى يتمكن المعتمر والمعتمرة أن يؤدي صلاته بكل سهولة، وأيضا يقضي حاجياته بالقريبة من الحرمين. إذا ديما نقول أن العمرة عبادات، ونحاولوا تستغلوها أكثر ما يمكن في بالصلاة والتقرب والقرب من الحرمين إن شاء الله. وليبرتا تساعدكم في هذا بكل خدماتها، بما فيهم أيضا جيش المرافقين والمرافقات اللي تتميز به ليبرتا فواياج الحمد لله، اللي ترافقكم فيه ويرافقكم مرافقين الحمد لله ثقات ما شاء الله عليهم، مرافقه روحيه، مرافقه دينيه، مرافقه معني إرشاد، وأيضا حتى المرافقة الصحية. ربي يحفظكم من ما كنتم. مرحبا بكم لإتمام البصمة وإجراء البصمة بالنسبة للمعتمرين ومعتمراتنا اللي سجلوا بالنسبة لعمرة شهر شوال. احنا ديما نشكر ثقتكم فينا، وديما متواصلين مع بعضنا، واللي يميز أحباب ليبرتا هو أن معناها متواصلين ما شاء الله وعاطين ثقتهم فينا، وإن شاء الله هذايا يكون لنا حافز، ويكون ليبرتا حافز مهم جدا. هالمحبة هذه باش تقدم ليبرتا دائما إلى الأفضل، وتكون أفضل مشروع خدمات العمرة على الإطلاق. خلينا نسمعوا فيديو شاهدة من الشهادات اللي نعتز بها ونفتخر بها بالتأكيد، ثم نعود. أسبوع ممتع تفرهدنا، ونشكر خونا محمد المطوف متاعنا، ونشكرك أنت أختي، ونشكر خويا أسامة وأختي هادية الغالية ذيك. نشكركم كل، خاصة جماعة ليبرتا، ويعطيكم ألف صحة. تمتعنا 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 تمتعنا، إن شاء الله نكملوا في مكة هكا. إن شاء الله إن شاء الله والله. ربي يفضلك. عايشك عايشك. هذه من الحوارات التي أجريناها في العمرة اللي رافقناها إعلاميا أنا وزميلي أسامة، ورافقنا فيها مجموعات من المعتمرين. كانت صدفة أنه تقابلنا الحقيقة مع المجموعة النيرة هذه، ربي يحفظهم، ونقول إن شاء الله ديما في عودات مع ليبرتا إن شاء الله. إذا مكملين مع الشهادات، خلينا هالشهادات هذه اللي بالحق فخر لكل أسرة وكل عائلة ليبرتا فواياج. خلينا نسمعوا ماذا قالوا عنا، ونعرفوا ونشاهدوا مع بعضنا ماذا قالوا عنا. خونا سيف بن عمارة يقول: يا رب في هذه الأيام، أيامك المباركة، ربي يبارك ويستر ويرحم كل إنسان موجود وعامل ومسؤولين في ليبرتا، أجانس ليبرتا فواياج، والله كلهم أخلاق وتربية، ويدخلوا عليك الفرحة اللي تلقاها في وجوههم. والله أنا نقرأ فيها ولحمي قشعر، سبحان الله، ربي يبارك لك يا خونا سيف على هالدعاء هذايا، ونقولوا لك جزاك الله وخير الجزاء على هذه الشهادة القيمة اللي تزيدنا حرصا على إنجاح مشروع أفضل الخدمات على الإطلاق. نشوفوا شهادة أخرى. أيوة، هذه تصويرة خونا العزيز علينا برشا سي عليلة، ربي يبارك له، المرشد والمرافق اللي يحبوه برشا، محبوب برشا سي عليلة. دونك سي علي يقول: عليلة فرحات رجل بألف رجل، إن شاء الله ربي يرفع درجاتك وربي يعطيك الصحة والعافية، ونشكرك برشا. وطبعا خونا عليلة عزيز علينا برشا برشا، إنسان صادق ويخدم من قلبه، ربي يحفظه إن شاء الله، ويحفظ كل مرافقينا وإخواننا إن شاء الله. شهادة أخرى أخت كوكو معلاوي يفوز عبد هذه من العباد اللي الحقيقه كوكو معناها مش ما عادش معجبه نقول عليها اخت. تقول عفوفه كلامك صحيح، وتعقيبا على احد اللايفات اللي كنت نحكي فيهم على ليبرتا تقول لي عفوفه كلامك صحيح على ليبرتا الكل صحيح، عندي برشا من افراد عائلتنا الكبيره ما شاء الله يمشيوا مع ليبرتا ويشكروا في خدمتهم وربي يبارك لكم. ليبرتا والكل فرد عامل فيها، ربي يبارك لك وربي يجازيك كل خير، وهذا ما يجعلنا نحرصوا على أن نقدموا مشروع أفضل الخدمات على الإطلاق إن شاء الله. شوفوا شهادة أخرى. أختنا سونيا الهيف تقول أحسن أجانس في تونس ليبرتا، مشيت معاهم ما قصروش في حتى شيء، ربي يبارك لهم وإن شاء الله باش نرجع معاهم إن شاء الله، ربي يكتب لك العودات يا أختنا سونيا، ونقولوا لك ربي يبارك لك على هالشهادة القيمة هذه اللي تخلينا ديما نحاول نقدموكم ديما الأفضل إن شاء الله. موكيتا شيبي، نحاول ديما نقرا الاسماء كما هي. شكر خاص على المصداقيه والتفاني، امي مشيت معاهم وروحت فرحانه، ربي معاكم يوفقكم ويوفقكم في اعمالكم. وشكر خاص للسيد شكري على المجهود، وان شاء الله في عوده. نشكرك يا اختنا وان شاء الله في عوده الحاجه وانت تكون معاها ان شاء الله، ربي يحفظها لك. والحمد لله كما قلنا ديما هالشهادات تزيدنا حرص على انجاح الصرح هذايا، صرح النجاح بالنسبه لليبرتا فواياج طبعا في كمشروع افضل خدمات العمر على الاطلاق. إذا كانت هذه أبرز الردود وأبرز الشهادات اللي ديما متواصلين معاكم الحقيقة، نشكركم على محبتكم وعلى ثقتكم. وكما شوفنا ليبرتا اللي ما مشيش السنة بالنسبة لعمرة رمضان وما قدرش يلحق ينجم، ما زالت الفرصة سانحة في عمرة شوال إن شاء الله، واللي ما كانش نقولوا له ان شاء الله مع ليبرتا الدار الكبيره تحاول انها باذن الله تمكنكم الحلم هذايا، حلم العمره طبعا. وطبعا ويسعدنا جدا ان نحن تقولوا علينا افضل مشروع خدمات العمره على الاطلاق. ربي يحفظكم من ما كنتم. كما قلنا بالنسبه لاحبابنا اللي سجلوا في عمره شوال مرحبا بهم لاتمام اجراءات البصمه بالنسبه لتاشيره الدخول ان شاء الله للمملكه العربيه السعوديه، واتمام ان شاء الله عمرتكم باذن الله مع ليبرتا. واللي مازالوا نقول لكم ربي يوفقكم ان شاء الله، ربي يسهل لكم ويكتب لكم العمره باذن الله، ربي معاكم، ربي يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله يكون رمضان بركه وخلينا الخير باذن الله، وربي يجمعنا ان شاء الله في الحرمين باذن الله، واكيد مع ليبرتا ان شاء الله ربي يجمعنا مع ليبرتا باذن الله. عفيفه بوكي الجويده نحييكم، نلتقي واياكم في فرص اخرى مع ليبرتا تجمعنا اكيد. دونك هذايا كان جديد ليبرتا فواياج، باش نكمل لنا زاده كيف معاكم بجديد، وباش نعطيكم فرصه عمرة شوال. الرحله هذه باش تكون نهار 9 ماي عبر الخطوط السعوديه، والرحله هذه فيها زوز اصناف، فيها عمرة رفاهيه 1000 وتدفع 2300 دينار طبعا كتسبقه، والباقي باش يتم تقسيطه على 8 شهور. وعنا كذلك عمرة رفاهيه جيم تدفع من الاول 1100 دينار، والباقي كيف باش يتم تقسيمه وتقسيطه على 8 شهور. الذهاب باش يكون ان شاء الله على نهار 9 ماي، والعوده باذن الله باش تكون نهار 23 ماي. كلموهم طبعا وتواصلوا معهم واتصلوا بهم عبر ارقامهم للهاتف. عندنا مكتب تونس العاصمه رقم 71 905 656، القروين 77 226 799، حمام لنف 71 290 186، نابل والحمامات 72 328 000 3 اصفار، عندنا السليانه 78 871 100، صفاقس 74 440 020، واخيرا مكتب زغوان 72 680 193. يا رب ان شاء الله عمره ميمونه ومقبوله لكل زوار بيت الله الحرام. انا نمشي بحذا الشيخ فتحيه الكوجينه، تحسك مستحقتني اكيد ديما مستحقتك يا صفاء، كان مش في الذواقر وفي الخدمه اي ميسالش منا ولا منا مش مشكل، منا ولا منا تنفع خير. اي انا باش نعلب الجناريه دكا، وانت ايوه باش تخلط لي بانكيك. اهلا وسهلا. اوكي دكا مشات معاك. نعرفك تنجم قدها وقدو شيف راني باش صنيفه راهو نعرف ما عندي حتى دونك هذه الميكس برانش من عند سمارت شيف اللي تنجم تعمل بيه براتيكمون 3 روسيت تنجم تعمل بيه البان كيك تنجم تعمل بيه الكريف بولي غوفر والوافلز بيان سور سهله طريقه التحضير سهله على الاخر وكل وحده عارفه شي تحلها وما تهلكش ظوافرك عايش بيت انزل عليه منها يتحل شفت حي تخاف على بريفري راهي يا ربي قلبي الصغير لا يتحمل هاو الشيفين ولا مش لازم نعمل نعمل الوغ هذاك بريباراسيون تاعنا سهله ماهله ما فيهش تفلسيف تبع عظم 300 ماء 3 عظم كعب عظم ماء و300 ماء انا مانيش نحط الزيت داكور قلت لك نقول لك 3 مغارف زيت انا مانيش نحط الزيت الوغ كعب عظم وتصب 300 ماء وتخلط هذه هي البيعه هذيك هي هذه سهل ماهل عاد الماء لا دافي ماء عادي تمبيراتور امبيونت بارد لا سخون داكور انت خلط هذاك وانا خليني نحكي على خدمتي هذايا من بعد انت باش تصبها لي هنا شنو البريباراسيون داكور تعرفش علاش على خاطر كي نصبها ديريكتومون في القلايه بالقمصان بالدوزور هذايا من عند سياغ اسهل من نقعد نهز ولوش ونفرط ودرا شنو وتمسخوا الغاز حسي كل حاجه هوني صافي عندي قلنا ريم شويه شو محلاه شويانها شويتها في مشوى الكتريك ديما يقولوا لي على شنو تشويها مشوى الكتريك اللي تعمل البانيني راهي هي الوحيده اللي تشوي القنارير تري بيان تتقشر تتقشر ونحطوا نرشوا عليها نقصوها بعد لا نقشروها نرميوها نعاود نفسر بعد لا نقشروها نرميوها في ماء تتسمى سوميغ على الإيترا ماء نحطوا 50 غرام ملح أحرش نأكد على الأحرش ونحطوا كعبة قارص أنت والكبر نتاع القارص وإلا كعبتين قارص وإلا خل نحطوه نبداو اذا كان عندكم كونتيتي تحطوا بزيت اعطيني ياك ليلي والله زدتها مليح ليلي عملتها جناب الداير هذاك عملته طياره الطفله اعطيني شنو نعطيك صافي الوحده شو اسمها انت المغيز المغيز وصلنا للمغيز تو اللعب الكبير اللعب الكبير ولا الشاي شوف مغيز ولا تلعب بالمغيز هيك غاديك المغيز هيك به قلنا نجيو نبداو نقشروا في القناريه ونرميو فيك السوميغ هذيك فيك الماء ومن بعد نجبدوها ماك الماء بالكعبه والكعبه ونبداو نقصوا فيها جراير اقل 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 خشن يلزم يكون بين نص سنتي معناها 5 ميلي حتى للسنتي انت وكبر الكعبه داكور كان كعب صغار نقصوها على 3 كان كعب كبار نقصوها على 4 ولا على 5 اكسلون لا مات كيما تراو فيها شوف انت كي نقصها انا 1 سنتيمتر شوف وقت اللي ننزل عليها بالنار بالسخانه شوف كيفاش تولي 4 ملم ماكسيموم خاطر تتنحى منها الماء وتفشل وما تكحالش ما عادش تخل فيها معناها السوميغ هذيك دخلت فيها ما تشلوهاش ما تعملوا لها حتى شيء جوست تحطوها تفرشوها ترشوها شويه بالزيت تفرشوها في الشوايه تنزلوا عليها باش تتشوي وقت تولي تشوفوها مشويه كيما هكا والورقه تشويت بالقدا وقتها تهبطوها في معون ذوقها ما بالنا نعرفك تحب الذواق الو وحده بالطبيعه طريه ما اللي تحبها هي هذه اللي جابوها لي شويتها وجبتها بالذمه الو هنايا ناخذ شويه زيت هذه اي من تكنوبول نجي هنايا نخلط شويه زيت زيتونه من عند بني غلين لا غران ديبيسري وناخذ الدبابز نتاعي اللي باش نعلب فيهم دبابز هذوما فما تكنيك قبل ما نعلبوهم الدبابز شنو نعملوا لهم نغسلوهم اللي عنده لافيسيل صح عليه يرميهم في اللافيسيل يتغسلوا ويتعقموا ويتريقلوا وحدها تغسل وتعقم وتعمل كل شيء اللي ما عندوش لافيسيل يغسلهم مليح يشعل الكوشه 100 دوغري ويقلبهم يكبهم في الكوشه هكا ويخليهم تقريبا نص ساعه ومن بعد يجبدوا يعبي يبداو ديجا ستيريل وحنا اون فا غوستيريليزي باهي داكور نجيو ناخذوا القناريه نتاعنا ونعبيو في وسط الدبوسه، نعبيوها مليح، ناخد نحط شويه زيت، مش ياسر ما نكثرش الزيت، جست شويه باش يوصل للوطاني. دكا الوغ نعبيوه، نعمل حسابنا نرصوها والا باتخو. دكا توصل غاديكا، نزيدو شويه زيت ولا حسن نعبي الثانيه ديجا ونشوف، خاطر هو ساعات كي يطلع تنزل على القناريه الزيت يطلع صحيت هذاك الكل يمشي هكايا. حبيت بالذمه نعطي طريقه تعليبها، خاطر برشا عباد يقولوا باهي كي نشويها ومن بعد نعملها. شايف فما عباد يعملوا السلطه المشويه يحطوا فيها البتنجان، فما اللي يحطوا فيها القناريه المشويه، في بالك بيها؟ فما اللي يشويوها كعب القناريه مش شويان هذا، وما تجيش كيما هذه. هذه نجموا نعلبوها ونجموا تقعد، راهو معناها بالعام ما يصير لها حتى شيء. في بيت المونة كما قلت لكم، تاعكم اللي عنده بيت مونة الصحة ليه واللي ما عندوش يحطها في البلاكار، ما يصير لها حتى شيء. أنا نأكد لكم كانت تخدموا بها هكا، هاكا لمك الزيت وكل واحد ما نسيب شيء. أنا عندي لي مغيزة ذوما ما يسيبوا لي حتى شيء. أنت معاملة باش تعاود ذوق لك نقول لك ما نجمش. جملة نهز عليك ذوما سي بون. ألوغ نجي هوني شوفوا شنو نعمل، نهبط الحراف مليح مليح، نسكر على سنتي من الغطاء. دكا ما خليش تمس يعني في الغطاء، مش لازم تمس الغطاء دو بريفيرونس. هيك لم الحراف، هي تحسها الفوقانية زايدة كأنها. هاي هسه عرفتها راهي والله زيد، مش على حاجه نتعبكش في تسكير الحكه وكهو. اي هذاك هي اللي قلت، هذاك هو. انا كذا وقتك عرفتك باش تعاود ترجع لي. عارف با هوني شنو نعملوا، نجيو نسكروا نمسحوا حرف الدبوزه، ناخذوا كواغذ نظيف ونجيو نمسحوا حرف الدبوزه بالقدا بالقدا كما تراو فيه هكايا باش ما يقعد حتى شيء على الحراف. نسكروا الدبوزه مليح. نقلبوها؟ لا، نحطوها عارك طنجره. دكا طنجره بالماء. نحطوها في طنجره بالماء ونشعلوا الغاز، نغطي سكري. ملي نحط تحتها الغاز، ملي يبدا الماء يغلي افدو. لا توا يغلي. اوكي، هو نشوفه بدا يغلي وانا نقص النار على الاخر، نخليه يبكبك اللي فريميسونت. نحسب لها ربع ساعه ونطفي ونخليها غاديكا حتى يبرد عليها الماء. داكور، ما ياثرش على الكويسون، ما توليش جمله. تري بيان، ربع ساعه ولا درجين، ما يعمل حتى شيء للكويسون تاعها. انت خاطر لقيتها الدنتي، انا بالذمه نخرجها. نحب هكاكا، انا ما نحبش طايبه، ما تطيبش راه. استيريليزي، خاطر ملي يبدا يغلي الماء نبدا وقتها نحسب ونحطها فريميسون. كان جات تغلي بالقوي تطيب، اما فريميسونت جوست سافا انفي لي ميكروب، تولي سو بريسيون سو فيد دير وتوفى الحكايه نتاعها. معلبه امورها واضحه، معلبه امورها واضحه. احنا باش نعملوا البانكيك توا والا نخرج فاصل على نفسي ونرجع لك؟ انا قولك انا ديجا باش على الغاز ونخدم البانكيك نتاعي اللي خلطته انا، اللي خلطته صافي. متاكده من اللي خلطته. ريتك ضربت الفوي ولا ما ريتهاش الفازه؟ بنتي في بالي فاتتك. عالم اخر، عالم اخر، وانا نتعلم منك. نعرف صناعيه. نحي ذاك كملنا منه. تري بيان، لازم هذايا نمسحوا له حرفه. ام سو سوري، كاو نفقد. اعطيني هذيك نمسح لها، اعطيني بابي معاها خاطر هذيك نخدم بها. اي شنو باش نعملوا توا شيف؟ توا باش نطيبوا البانكيك. حطيت شويه ملح ولا ما حطيتش؟ ما حطيتش. باوي نحطوا حكر شطر مغرفه غاز ملح باش نتنطع، خاطر باش نخدموها مالحه فيرسيون مالحه. اوكي، الوغ ونجيو ونخلطوها كيما تراو هكايا. بعد لا خلطت صافي على غالب، على غالب. هاي مريقله مريقله مزيانه ياسر. هاي باهي فوالا، هايك تخلطت. انت علاش تخلطتها؟ حطيت فيها الملح. داك في بالي ما عجبتكش. حطيت الملح ركضاني. كيفاش نحط الملح ما نخلطش؟ يهبط لي كعبه مالحه والبقيه لا. فوالا هايك تخلطت بالملح نتاعها. توا القلايه سخنت، نجي ونصب حكر المغرفه اللي حاجتي بها. تري بيان، ريت مسهلها بالصباح. سهله ماهله والله، سهله ماهله. فما خاطر يعملوا بلوش وهاو تقعد تفرتت على الغاز وتقعد درا شكون وتقعد تقلق ياسر بالوش. اما ذي لازمكم تتبعوها في سعرها هو ولا ما تخفلش عليها، اي لازم تتبعوها. واحنا ما حطيناش سكر، مش بتحمر ما حطيتش لا سكر لا حتى شيء، حطيت ملح انا خاطرها باش تجي فيرسيون سالي سالي. داكور. تو تشوف هي تبدا تذوب ولاش تبدا تنقب، تعمل لك خوت على الجناب زالت نقطه تنقب وجهها شويه شويه، وانا نهزها ونقلبها في القلايه، والقلايات هذوما ممتازين ما يشدوش بالكل، هذوما فريمون ريتها بدات تنقب. انا وقتها نجي نهزها بالسياسه ونقلب هكا مانيفيك. فوالا هذاك البانكيك نتاعي نكملوها، نكملوا احنا ملف الفاصل نعملوا كعبات اخرين بانكيك. اكيد اكيد باش تكملها انا انت عارفه راني فاصل قصير راجع، خليني نكمل مع الشيف، انا نتقابلوا بعد الفاصل.